we know you're calling our head off. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 5 إبريل و14 رمضان. في الحقيقة في حياة الناس كتير من التجارب، تجارب منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، منها اللي بيأثر على الإنسان بشكل مباشر ومنها بيعدي مرور الكرام، لأن هي الحياة عبارة عن مجموعة من التجارب أو تراكم لتجارب عدينا بيها من خلال سنوات حياتنا بشكل عام. لأن أنا شايف من وجهة نظري لا علاقة تماماً للزمن بالنضج، لأن النضج هو نتيجة التجارب اللي بيعدي بيها الشخص خلال حياته. عشان كده ما بتفقش أبداً مع أي شخص يقول فلان كبر فنضج، لا، هو فلان عدى على عدد كبير من التجارب وكتير من التراكمات اللي أثرت في شخصيته وكانت سبب رئيسي في نضجه أو تكوين الشخصية دي. لأن الحياة بشكل عام علمتنا إن مفيش سعادة إلا باختياراتنا مش بظروفنا، إحنا اللي بنختار نكون سعداء، ما بنحكمش دايماً على يعني الظروف إن هي سبب من الأسباب اللي خلتنا نختار الاختيار ده. أنا بدفع نتيجة اختياري وليس نتيجة ظروفي. وعلشان كده أغلب الأطباء كمان النفسيين دايماً بينصحوا المرضى بتوعهم لازم ما تنعزلش على نفسك، لازم تحتك بالحياة، لازم تكون في اختلاط ويكون في صدام مباشر ما بينك وما بين أي حاجة حتى لو أنت بتخاف منها. زي ما كنا بنقول كده بالبلد، اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. فطول ما أنت قافل على حياتك وطول ما أنت خايف وطول ما أنت مش عاوز تواجه، طول ما أنت مش هتستفيد حاجة، طول ما أنت يعني نضج شخصيتك هيفضل عند حد معين. لأن زي ما قلت لكم هي الحياة عبارة عن مجموعة من التراكمات الخاصة بالتجارب الحياتية تحديدا. وهو ده سؤال النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. احكينا عن تجربة أو موقف أثر في حياتك بشكل مباشر. نصبح على حضراتكم مشاهدينا مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وقبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونعرف منها أخبار المرور والطقس. وفي الحقيقة يعني هالة صباح الخير الأول. صباح الخير يا أحمد. وأنا جاي وعندي أسئلة كتيرة قوي تحديدا فيما يخص الطقس، ندخل الشتوي ونطلع الصيفي ولا ايه اللي بيحصل؟ بقى دكتوره منار غانم بتقول كل يوم استنوا احنا لسه في فتره تقلبات جويه، ما تصيفوش لان لسه الجو متقلب. فهنشوف ايه هتقول لنا ايه النهارده. كان عندي امل يا هاله والله تقولي لي خلاص. هو حصل النهارده انخفاض في درجات الحراره شويه، يعني النهارده درجه الحراره اخف شويه من امبارح، ولكن لسه بالليل طبعا الجو بيبرد. فلسه يعني انا زيك على فكره، انا نفسي حد يقول لي يلا طلعي لي هدوم الصيف جه. يلا الصيف جه. طيب هاله، سؤالنا بيقول احكي لنا عن تجربه او موقف اثر في حياتك بشكل مباشر. عندك تجربة أثرت؟ أنا عندي تجارب كتير، بس يعني أنا مش عايزة أقول إن يمكن بالنسبة لي أنا التجارب اللي بتأثر فيا أكتر هي التجارب المؤلمة أكتر من التجارب المفرحة. يعني معرفش ده بالنسبة لبقية الناس ولا لأ، بس يمكن التجربة لما بتكون مؤلمة أكتر بيبقى الإفكت بتاعها أو أثرها. هو ده حقيقة اللي هو الألم هو اللي بيخلي فيه نضج في بنياني، هو اللي بيعلمني وبيخلي منظور الحياة والأشخاص يختلف. صحيح. أنت بتشوف الدنيا بشكل مختلف تماما.
فلما بتكون التجربة قاسية شوية عليك، إذا اتحطيت في موقف حقيقي صعب أو فقدت حد عزيز عليك، تبتدي تعيد حساباتك في الدنيا والتجربة بتختلف تماماً، ويمكن كمان بيمتد تأثيرها لسنين كتير بعد كده. يعني مش هفكرك بالألام والجراحة والتجارب المؤلمة، كفاية كده. احنا لسه الصبح عايزين نصبح أخبار الناس. المرور بقى بما أننا الصبح. احنا عايزين نصبح الناس. شكراً يا أحمد. تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد بعض الكثافات المرورية المتقطعة هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية بسبب عمليات التوسعة أعلى منطقة المهندسين. الكورنيش من المظلات لوسط البلد فيه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، فيه كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، هنروح لشارع الهرم هنلاقي إنه بيشهد كثافات مرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وكمان الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وباقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، في شارع فيصل في برضو كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية مكملة لغاية كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات المرورية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. عند محور صفة اللبن في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. الطريق الدائري القادم من أكتوبر مغلق، التوجه هيكون إجباري من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية حتى منطقة التوسعات. كمان في كثافات قبل الدائري ولغاية ميدان لبنان. نروح بقى لمحافظة اسكندرية، في الاسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح بقى الأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حولها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي. في كمان بعض الكثافات المرورية هناك. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ فقرتنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات التي حدثت بالأمس، ويمكن أهمها أو أبرزها تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى مصر، وكمان تسليم سيادته رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ واللي هتنعقد في ديسمبر المقبل COP28. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر، ورحب الرئيس بالسفراء الجدد وأعرب عن التمنيات ليهم بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة، وكمان أكد على حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوفد المرافق له، ورحب الرئيس بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، وأعرب عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.
امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات، وخلال اللقاء تسلم الرئيس رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وخلال الاتصالات تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل دائم بالنظر إلى أهميته لكونه يستهدف تطوير هذه المنطقة الفريدة اللي بتحظى بخصوصية لمختلف الأديان لكونها الوحيدة اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى. وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا المشروع الحضاري سيتيح تجربة سياحية مميزة للزوار من دول العالم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعه موقف اجراءات فض التشابكات الماليه بين وزارات الكهرباء والطاقه المتجدده والبترول والثروه المعدنيه والماليه، وده في اطار وضع اسس مقبوله لتسويه المديونيات المستحقه للاطراف المعنيه. امبارح اكدت الحكومه انه لا صحه للشائعات اللي ترددت حول تقديم منح ماليه للمواطنين بقيمه 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصيه عبر الموقع الالكتروني لوزاره القوى العامله. واكدت الحكومه انه رغم نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء للشائعه دي قبل كده الا انه لوحظ اعاده تداولها، وشددت على ان الموقع الالكتروني المتداول لتلك الاخبار مزيف وغير تابع للحكومه على الاطلاق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ومن القاهرة العاصمة لمحافظات الجمهورية المختلفة اللي لا تخلو أيضاً من الأخبار والموضوعات الهامة اللي بتحصل فيها، لأن امبارح في المحافظات تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تحديداً في محافظة قنا خلال شهر مايو القادم، وكمان توفير 54 ألف فرصة عمل للشباب ضمن مبادرة مشروعك في الشرقية. اللي بيحصل في باقي محافظات الجمهورية ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نهاية شهر مايو المقبل. في الشرقية ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك في توفير أكثر من 54 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وبقيمة مالية بلغت 3 مليار و19 مليون جنيه. في دمياط انطلقت مبادرة دكان الفرحة، وتم خلالها توفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد ل 1500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة، بجانب 9000 لعبة للأطفال. في البحيرة تم فحص 5314 شخص وتسليم 3957 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي بتهدف لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية. في الدقهلية تم تسليم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة. في بورسعيد تم بدء تطوير شارع المناخلي من أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت الأولى بالشارع، وده استكمالاً لأعمال تطوير منطقة شباب المدينة وشباب أكتوبر.
في البحر الأحمر أعلنت مديرية التربية والتعليم حصول مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بمدينة الغردقة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية. كمان فازت الطالبة إيفلين وصفي بالمركز الرابع في مسابقة القصة القصيرة عمر الفاروق بمدرسة الميناء الرسمية لغات. في مطروح أعلن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة أنه تم تعيين 1396 شخص من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بمشروع محطة الضبعة النووية، وده في إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل للشباب. يعني أفكركم مرة تانية بسؤال حلقتنا اللي بيقول احكي لنا عن تجربة أو موقف أثر في حياتك، وأنا شخصياً شايف إن رفض للتجربة هو بمثابة رفض للحياة عموماً، لأن زي ما قلت لكم التجربة يعني هي اللي بتأثر في نضج شخصية أي شخص مش الزمن. خلونا ناخد مجموعة من أسئلة أو إجابات حضراتكم على السؤال اللي بيقول في أستاذ عبد المنعم جبالله بيقول صباح الخير عليك يا عبد الصمد بلدياتي، طبعا صباح النور على أهل المنوفية كلهم، هو من الشهداء من المنوفية. الموقف اللي أثر في حياته لما سافر السعودية وترك أولاده وأسرته لأول مرة في حياته ولم يصبر على فراقهم ونزل أجازة لمدة 10 أيام بعد شهرين من السفر، لأن الغربة قربة. وصباح الفل على حضراتكم. أكيد طبعا يعني فكرة اللي أنت تكون في أسرة أكيد أي حاجة لها ضريبة، لكن فكرة اللي أنت كمان تتغرب بره البلد دي بتكون ضريبتها كبيرة قوي، محدش بيفكر في ده. يعني أغلب الناس بتشوف ده بيسافر بيعمل فلوس، ما يعرفوش أنه بيسافر بيشقى بيتعب، ما فيش ناس حواليه ليها ضريبة وضريبة كبيرة جدا ويمكن مرها أكتر من حلوها يعني. طيب في رامي محمد بيقول تجربة اختلاط الزيت بالماء بتاع درس العلوم، لأن أنا من يومها عرفت أني لازم أدخل أدبي. طيب يعني التجربة دي كانت مفيدة وخلتك تغير مسار حياتك خالص يا رامي، يعني من علم الأدبي. في علاء أبو زيد صباح الخير عليكم جميعا، فعلا مر علي موقف صعب جدا، كنت رايح مشوار وعملت حادثة وهي حادثة سقوط على الأرض وتكسرت الفقرات القطنية عندي. الكلام ده كان سنة 2001 ومن وقتها وأنا ماشي بعكاز طبعا وبالتأكيد تغيير جذري، لكن الحمد لله أنا شغال في التربية والتعليم وكل يوم بروح الشغل ودعواتكم ليا بالشفاء. تحياتي علاء أبو زيد من البحيرة كوم حمادة. يعني ألف سلام عليك يا أستاذ علاء، وأكيد هو قدر وأكيد ربنا يعني شايل لك حاجة أحسن والتجربة دي هتعدي بشكل سريع يعني. أكيد لسه معنا تعليقات تانية، لكن دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا المستمرة حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة في تراجع طفيف في درجات الحرارة، وأنا وزميلي أحمد عبد الصمد هنا في الاستوديو، رغم أن جوه الاستوديو الجو ساقع جدا، لكن عارفين أن بره الجو النهاردة هيكون حر شوية ولسه في تقلبات في درجات الحرارة، فياريت توضح لنا بالتفصيل. بالفعل اليوم وغدا ان شاء الله في انخفاضات طفيفه ومؤقته في درجات الحراره عن امس. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه فتره النهار، اليوم متوقع العظمى تكون 26 درجه مئويه، ففي انخفاض في درجات الحراره عن امس، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون فترة النهار حار أو في نوع من أنواع الدفء بسبب في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية بدأت تختلف وتكون قادمة من على البحر المتوسط، فده اللي أدى لانخفاض درجات الحرارة، لكنه زي ما قلنا هو انخفاض طفيف ومؤقت. أحسسنا بالطقس فترة النهار ما زال طقس مائل للحرارة.
على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات السواحل الشمالية للبلاد، وأيضا المناطق الموجودة في شمال إسرائيل، حار على جنوب إسرائيل وجنوب سيناء. ده هيكون زي ما قلنا خلال فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس اللي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. خلال فترات الليل بيحصل اختلاف كبير وبيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 12 درجه مئويه احيانا في بعض المحافظات، واحيانا كمان 15 درجه مئويه. اجواء فتره الليل هتظل اجواء بارده على اغلب المحافظات، رغم ان درجات الحراره فتره الليل بدات ترتفع عن الايام الماضيه. احنا بنسجل درجات حراره يمكن توقع خلال الليله القادمه تكون 15 درجه مئويه، بالامس كانت 18 درجه مئويه. ففتره الليل بدات درجات الحراره ترتفع، لكن لسه نسب الرطوبه منخفضه، فانخفاض نسب الرطوبه بيخلينا نحس اكثر بالبروده خلال فترات الليل. فمهم جدا ناخد بالنا من الفرق الكبير بين فتره النهار وفتره الليل. كمان الظاهره الجويه هتبقى مؤثره معانا اليوم وغدا، هو تكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. إن شاء الله مش هتأثر تماما على حركة المرور، لكن مهم جدا أثناء انخفاض الرؤية الأفقية قائد المركبات والمسافرين على الطرق لازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية أو أثناء أي ظاهرة جوية ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. مرة أخرى درجات الحرارة تبدأ ترتفع مع يوم الجمعة القادمة وتستمر في الارتفاع حتى منتصف الأسبوع القادم. متوقع إن احنا نبدأ تاني نسجل درجات حرارة 32 درجة مئوية خلال بداية الأسبوع القادم على القاهرة الكبرى. مصادر كتل هوائية جنوبية معاها نشاط رياح فقد تكون مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع القادم. لسه في تقلبات جوية، ناخد بالنا إن بعض الارتفاعات هيحصل انخفاضات، فبلاش تغيير نوعية الملابس وارتداء الملابس الصيفية. فترات النهار ما فيش مشكلة جدا، ممكن نخفف الملابس ونرتدي ملابس خريفية. نأكد على فترات الليل، لو احنا بنخرج فترات الليل لازم نصطحب معانا جاكيت، وناخد بالنا كمان فترة النهار بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عشان هي بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. مهم كمان فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. تمام دكتورة منار، إيه المناطق اللي هيكون فيها رياح وأتربة النهاردة؟ اليوم هو نشاط الرياح بينحصر فقط في بعض المناطق من جنوب سيناء، شرم الشيخ، السور، المناطق الموجوده في جنوب سيناء. ان شاء الله ما تكونش مثيره للرمال والاتربه، فاليوم مش هيكون فيه اتربه ورمال مثيره بالشكل الكبير، لكن ده متوقع يكون معانا مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله، لان هتبدا مصادر الكتل الهوائيه تبقى جايه من مناطق صحراويه من على الصحراء الغربيه، هيكون فيها نشاط للرياح، فممكن تكون مثيره للرمال والاتربه مطلع الاسبوع القادم. عشان كده احنا بننوه على كل مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه خلال الفترة دي من السنة، مهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، لان الفترة دي بينشط فيها الاتربة والرمال المثارة بشكل كبير، خاصة ان احنا في فصل الربيع. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15، نفس درجة الحرارة متوقعة النهاردة في العاصمة الإدارية 26-15، الإسكندرية 23-13، والعلمين الجديدة 22-14، في مطروح 21 والصغرى 16، وفي دمياط 21-15، بورسعيد 22-16، وفي الإسماعيلية 27-14، في السويس العظمى 26 والصغرى 15، والعريش 24-15، كاترين 23-8، وطابة 28-15، حلايب 27-16، وشلاتين 31-17، شرم الشيخ 30-17، والغردقة 31-17، في الفيوم 27-16، وبني سويف 28-16، الوادي الجديد 32-17، وأسيوط 29-15، في سوهاج العظمى 30 والصغرى 16، وفي قنا 33-15، أما في الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14، وفي أسوان 35-18. ودلوقتي نرجع تاني لزميلي أحمد عبد الصمد واستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا أحمد. شكرا لك يا هلا، والشكر طبعا لدكتورة منار غانم كمان. شكرا. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل بمشيئة المولى عز وجل النهاردة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 23 من بطولة الدوري المصري.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بذكرى نصر العاشر من رمضان على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده هيكون ضمن الليلة السابعة لبرنامج هل هلالك، وهيتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة اللي شاركوا في حرب أكتوبر، وأيضاً مجموعة من الرموز الفنية اللي أثرت الوجدان بأعمال فنية وطنية. النهاردة هيتم تنظيم قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023 الساعة 8:30 بالليل، وتأهل لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا فريق النادي الأهلي، وتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية فريق بيراميدز. كمان النهاردة هتقام مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز هتجمع بين الأهلي وغزل المحلة الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت مباراة المقاولين العرب وبيراميدز ضمن منافسات الأسبوع 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. هنروح دلوقتي مرة تانية لهالة الحملاوي ونعرف منها آخر أخبار الفن والنشرة الفنية. اتفضلي. شكرا يا أحمد، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر، تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. إيه اللي في مكاني دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هيا فين؟ فين اللي بتخلي معاه؟ إيه؟ موسم البطة ابتدى ولا إيه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تساب الأرنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. أهو مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ اهلا بكم مره تانية. النجمه لبلبة اتكلمت عن دور زاهيه في مسلسل الكتيبه 101 وتحضيرها للشخصيه، وقالت لما بقعد قدام التلفزيون كنت بشوف امهات الشهداء وهم بيتكلموا، شفت امي وتعاملها مع اخويا. الام دايما بتتعامل مع ابنائها وكانهم اطفال او بيبيهات مهما كبروا، هيفضل احساس الامومه عندها كبير. انا بفرح لما بيجي لي دور ام. النجمه لبلبة قالت كمان انا فكرت اني امثل ملايين الامهات في الوطن العربي خصوصا اللي عندهم ابطال بيدافعوا عن اوطانهم. قدمت الدور بكل احساسي وكنت بعيط بجد، دموعي في المسلسل طبيعيه 100%. الفنان احمد سعيد عبد الغني نشر بوستر مسلسل حرب اللي بيقوم ببطولته النجم احمد السقا والنجم محمد فراج ومن اخراج احمد نادر جلال، وبيشارك احمد سعيد في المسلسل بشخصيه محوريه في الاحداث. تحت الوصاية ده اسم مسلسل منى زكي في رمضان، واحد من 2023 الأعمال اللي مستنيها الجمهور علشان تتعرض، وده لأن في أحداث درامية مشوقة عن أرملة اسمها حنان بتحاول تدور على مصدر رزق ليها والأولادها بعد وفاة زوجها، وهنا حنان هتواجه مجموعة من الأزمات والتحديات. المسلسل هيتعرض أولى حلقاته يوم 16 رمضان وبتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي. الفنانة روبي قربت تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة، وأصبح باقي الروبي أقل من 48 ساعة وهتخلص المسلسل اللي بيشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين اللي وصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة. المنتج جمال العدل اتكلم عن مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج وقال إن ريهام اتطورت بشكل كبير جدا، هي بدأت معايا في سجن النساء وبعدها عملنا مسلسل يوتيرن السنة اللي فاتت وبنينا على نجاحه السنة دي مسلسل جميلة، ده من أكتر المسلسلات اللي هتنجح السنة دي ومفيش فيه غلطات درامية أو فنية. منذر ريحنا قال انه سعيد بالتعاون مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمده، وده التعاون الثاني بعد مسلسل المشوار. ريحنا قال ان خروج شوقي فتح الله من السجن ورجوعه لحي السيده زينب هيقلب احداث المسلسل راسا على عقب، وكشف ريحنا عن صراع كبير هتشهده الاحداث بين عيله حماده فتح الله وبين عيله جعفر العمده.
الفنان طارق لطفي قال إن في عدد كبير من الشخصيات التاريخية أثرت في حياته وتعلم منها كتير، وكمان شخصيات درامية أثرت فيه في طريقة تفكيره، زي النجوم زي زكي رستم مثلا، محمود المليجي، أحمد زكي، نور الشريف، ومحمود عبد العزيز. الفنان سمير حكيم قال إنه سعيد جداً بردود الأفعال اللي حصدها على دوره في مسلسل الصفارة، وده بعد ما جسد دور عم راضي اللي وقع في طريق شفيق وفي كل مرة بيحاول تغيير مصيره. حصدت الشخصية إشادات واسعة بعد الحوار اللي دار بينه وبين شفيق خلال الحلقات الماضية حول ضرورة الرضا بحاله والسعي وعدم الاستسلام. وخلصت نشرتنا الفنية، ونعود تاني لأحمد عبد الصمد واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليك يا أحمد. شكرا لك يا هلا. وفعلا خلصت النشرة الفنية، لكن الكلام عن الدراما ومسلسلات رمضان لسه لا يزال مستمر. بالضبط، شكرا لك. يعني زي ما قلنا الكلام عن الدراما ومسلسلات رمضان يعني لم ولن ينتهي، لأن يبدو أن الشركة المتحدة مازال في جعبتها الكثير من المفاجآت والكثير من الأعمال المشوقة أيضا، لأن شفنا اليومين اللي فاتوا إعلان مسلسل أو البرومو الترويجي لمسلسل حرب، وأيضا كمان مسلسل جات سليمة، بنتكلم على مسلسل حرب للفنان أحمد السقا، وجات سليمة لدنيا سمير غانم، وهيكون من المسلسلات القصيرة اللي عدد حلقاتها من 9 ل 15 حلقة بالكتير قوي يعني. طيب اللي فاتوا ال 13 حلقة من مسلسلات رمضان اللي فاتوا، احنا زي ما احنا متعودين معاكم كده بنعمل، او اللي فاتوا الحلقة اللي فاتت تحديدا الحلقة رقم 13 من مسلسلات رمضان، زي ما احنا متعودينكم دايما بيكون عندنا اختصار لما حدث في مسلسلات رمضان بالامس، وده اللي هنتابعه من خلال التقرير التالي. الحلقات ال 13 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالحلقة ال 13 من مسلسل الكتيبة 101، واللي شهدت خلافات ما بين أبو البراء وأبو أسامة قيادات التنظيم التكفيري في سيناء، لأن أبو البراء بيغير من المكان اللي وصل ليها فتحي عبد الوهاب وحيد في التنظيم، وهنا بتتصاعد حدة اللهجة بينهم بشكل وصل للتهديد المتبادل. وبتتناول أحداث الحلقة جنازة وفاء عامر الشهيدة مها سلام اللي توفيت على يد التكفيريين بسبب مساعدتها للأجهزة الأمنية والإبلاغ عنهم، وبعدها كان في مشهد مؤثر للطفل منذر مهران اللي بيجسد دور ابنها محمد. أنا هسمع كلامك يا أم وأخلي بالي من أختي وأكبر وأصير بطل زي. بدأت الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال باصطحاب عمرو الحمات وعيشة وزوجته عليا داليا مصطفى للمستشفى علشان حماته بتعمل عملية قلب مفتوح. وقتها كانت عليا متوترة جداً وخايفة على صحة والدتها، وحاولت بوسينة إنها تتصل بعمر لكنه ما ردش بسبب وجوده جنب زوجته الأولى. طيب يعني طمنت على طنط شوية، في تحسن؟ الحمد لله في تحسن كبير، يعني بتاكل وتتمشى الحمد لله. الحمد لله. قول لي انت فتحت بوسينة في الموضوع بتاع حاجتي؟ كلمتها بس هي رافضه. ليه؟ ان شاء الله الحاجات دي هي كانت واخداها كجزء من الاتفاق ان احنا نرجع لبعض، طالما مش هترجع تحتفظ بحاجتي ليه؟ اهدى يا امجد، انا افوق كده من الموضوع ماما عايشه وعاليه واكلمها تاني. بعد اذنك يا عمرو، عشان الموضوع ده مضايقني قوي. في الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، طه أو خالد الصوي بيروح لزوجته نجيبة أو سما إبراهيم ومعاه بوكي ورد علشان يصالحها بعد الخلاف اللي حصل بينهم وكان هيوصل للطلاق، لكن نجيبة تفهمت الموقف وقبلت اعتذار طه. احنا بشر ضعفاء مالناش إلا بعض، لازم نتكامل لأن احنا لا حول علينا ولا قوة. نقوم نعمل ايه؟ نقرب من بعض، نصاهم، نطنش، ما نوقفش البعض على الوحدة. ما نقفش البعض على الوحدة. بس أنا أفتكر إن أنا ما قريتش القاعدة دي في كتاب قواعد الحياة الجميلة الأربعون. يا سلام، تعالي يا حضرتي ونخليها القاعدة 41. وفي حد بيعد ورانا ليه؟ أنت مزاجك حلو قوي النهاردة على فكرة. الحمد لله.
في الحلقة 13 من مسلسل السفارة بيبدأ شفيق أو أحمد أمين وأخوه وجيه أو طه دسوقي رحلة جديدة للبحث عن السفارة اللي رماها عم محمد محمد محمود، وهم بيدوروا بين الشجر علشان يلاقوا السفارة. بيكشف وجيه لشفيق إنه تبرع له بكليته علشان يساعده في مرضه، وبيلاقي شفيق السفارة مع القردة دولت فوق الشجرة وبترمي له السفارة علشان يصفر بيها ويهرب من الموت. دولت أبوس إيدك، احدفي لي البتاعة دي. دولت وجيه، انت بتعرف تتكلم اوغندي؟ دولي دي اوغندي؟ لا بس بدلعها يمكن تحن. بتدلعها ايه؟ ده وقت وجيه. دوله مش ممكن طبعا، مش هتسيب، انا مش قادر اتحرك. في الحلقه 13 من مسلسل عمله نادره بطوله نيلي كريم، راح عبد الجبار او جمال سليمان لنادره وطلب منها انها تروح الشهر العقاري وتتنازل عن الارض، لكنها رفضت فضربها عبد الجبار. وهنا اخوها ما قدرش يستحمل ودخل في مشاجره مع عبد الجبار، لكن مسعود او احمد عيد طلع مسدسه وضربه بالنار، وصرخت نادره وقالت قتلتوه يا كفره. في الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، اكتشف الجند أنه تم إلقاء القبض على ابن الإمام الشافعي، فيأمر الساري حمزة العيلي بخروجه فوراً وبيصطحبه بنفسه للإمام الشافعي المتواجد في المسجد، وبيدور حوار بينهم عشان يرد عليه الشافعي ويقول ينكسر عود العدل عندما يظلم بريء واحد. ينكسر عود العدل عندما يظلم بريء واحد. لا ظلم لأحد إن شاء الله، وما أحوجنا إلى ناصح أمين نسترشد برأيه. الموعظة للعوام، النصيحة للإخوان، أما التذكرة فهي للخواص. نعم القول. بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة بضرب محمد رمضان لأخوه الكبير سيد بالألم، وده بعد ما ضرب سيد زوجة جعفر عايدة. وبتتطور الأحداث وبتطلب والدة محمد رمضان إنه يصالح أخوه الكبير، وإن ده لو ما حصلش هتسيب البيت وهتروح تعيش جنب مقبرة والده لحد لما تموت. أنشر عليك يا أم، هتنزل تراضي ولا ألم هدومي وأمشي؟ اسمعيش هتنزل تراضي، اسمعي هنزل أراضيكي. في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، أحمد مكي خد ابنه العترة وراحوا للدكتور ربيع علشان يحاول إنه يرجع العترة لجسمه الطبيعي باعتباره لسه طفل. لكن المفاجأة إنه العترة لما أخد الخلطة اللي عملها الدكتور ربيع صحي الصبح لقى نفسه في جسم رجل عجوز. يعني أنا لو شربت أصغر تاني أنا حاسس إن هيجرالي حاجة. استفى الخير يا ولدي، إن شاء الله خير. شربت التركيبة ورجعت تاني يبقى خير وبركة، لو ما رجعتش يبقى خلصنا. انت بتقول ايه؟ لا بفكر جوا راسي. ده انيل ده بتتخبس على ولدك، وانت كنت دخلت جوا دماغي وعرفت انا كان قصدي يبقى خلصنا من ايه. طب قصدك تتخلص من ايه؟ مش لاقي حاجه تقول، عاوز تكذب. خلصنا من البق اللي في الكنب. كذب، باين انه كذب. لا حقيقي. في مسلسل سر الباتع بدأت الحلقة بخلاف صافية ووالدتها بسبب السلطان حامد، وده بعد لما عرض الشيخ شهاب أو أحمد عبد العزيز الزواج على صافية للمرة التانية، لكنها رفضت ودفعت عن حامد وقالت إنها مش ممكن تتجوز غيره. وهنا رجع الشيخ شهاب لبيته وبدأ يخطط لقتل السلطان حامد. لا يرضي رب ولا يرضي عبد، بس أنا قلت له يا جنرال بيلو، أنت كده بتلعب بالنار. متعرفش المخفي حامل، فأني نصيبة دلوقتي؟ علمك، ما انت عارفة يا حاج، أنا لما جاني خبر قبل كده ما تأخرتش. أصيل، طول عمرك أصيل يا حاج. صحيح، يعملوها الصغار لكن صغار إيه بقى؟ ده قد الباب بالصلاة على النبي، بقى مش عيب علشان أبوه يرضى على نفسه يجرى ده كله للبلد من تحت راسه؟ الشيوخ تتبهدل والنسوان تنضرب. العيب مش عليه لوحده يا حاج، العيب على اللي ماشيين وراه ومقويينه، العيب على أهل البلد اللي مدارين وسطيهم. ما هي الناس اتخبلت يا أم صافية، الناس اتخبلت صحيح، مش عارفين يلاقوها من المماليك ولا من الفرنسوية ولا من بعض. We'll be right back.
نروح دلوقتي لمؤسسة حياة كريمة، لأن احنا عارفين أن مؤسسة حياة كريمة من أول ما طلعت وهي قايمة على دورها الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية تحديدا، عشان كده كانت حريصة على أن هي تكون موجودة في رمضان وتشارك في الدوريات الرمضانية تحديدا، وتشجيع الشباب على أن هم يمارسوا لعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام. حياة كريمة بتشارك في المبادرات دي أو المباريات الخاصة بالدوريات الرمضانية من خلال الشباب اللي تطوعوا في توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان، وده تقديرا لجهودهم في نفس الوقت بيكون في روح من الود والمنافسة ما بين الشباب والمتطوعين. مؤسسة حياة كريمة أعلنت مشاركتها في بطولة سيتي كلاب رمضانية من أجل تشجيع الشباب على الرياضة وممارستها في شهر رمضان المبارك ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم، وده بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني وبمشاركة أكتر من 100 فريق و1000 لاعب. دورة رمضانية على أعلى مستوى بإذن الله، بيشارك فيها حوالي 98 فريق في الأندية المختلفة الموجودة عندنا في المحافظات. إن احنا نهتم بالرياضة دي حاجة مهمة، وان احنا نبدا بدوري والدوري ده يكون فيه متطوعين اللي طول الوقت الصبح بيخدموا الناس في القرى وبيعملوا انشطه ان هم يبقى ليهم الوقت يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها ونشاط وبشكل منظم وجميل. دي حاجه احنا نفتخر ان احنا بنعملها السنه دي مع سيتي كلاب. شهر رمضان مرتبط بمجموعه من الفعاليات الثقافيه والدينيه وكمان الرياضيه، فان احنا نكون موجودين بمتطوعين بمشاركين في الدورات الرمضانيه ده حاجه مهمه جدا. احنا مشاركين بفريق واحد، وطبعا ده كان يعني لمس مع الشباب فرحه في قلوبهم، لان المتطوعين طبعا مهم جدا احنا نهتم بيهم بمواهبهم الرياضيه وبنشاطهم الرياضي. اول مره التحالف الوطني يشارك معنا بعد البروتوكول بكل مؤسساته. الهدف من الموضوع ان الشباب يلعبوا ويندمجوا مع بعض وتحت مظله التحالف الوطني وأندية سيتي كلاب كلها في كل المحافظات. تم تنظيم المباريات في 5 ملاعب من فروع سيتي كلاب في مدن شبين الكوم، كفر الشيخ، العبور، وبنها وطنطا، وبتستهدف المؤسسة دمج الشباب المتطوع من كافة مؤسسات المجتمع المدني في نشاط واحد وممارسة الرياضة المحببة ليهم واللعب جنبا إلى جنب على غرار عملهم سويا في أنشطة شهر رمضان الكريم من توزيع مواد غذائية وغيره، وده من أجل إنشاء علاقة من المودة وروح المنافسة بين المتطوعين في مختلف المحافظات وتقدير لجهودهم خلال شهر رمضان. تقام البطولة من خلال أدوار تأهيلية في 5 مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقي فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال في سيتي كلاب في بنها. زي ما شفنا في التقرير، فكرة تعزيز المنافسة ما بين يعني الشباب بعضهم البعض، وفكرة كمان اللي انت بتقدم لهم دوري في شكل لائق بمصر في الجمهورية الجديدة، بتقدم لهم دوري يعني في نوع من أنواع الحياة الكريمة فعلا، مش مجرد اسم، لا هي اسم على مسمى، لأن شفنا الشباب بيلعبوا في أندية سيتي كلاب اللي موجودة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل ممنهج وشكل يعني لا يعني يتنافى أبدا مع مثلا تنظيم الدوري المصري وفكرة التنافس اللي ما بين الفرق بعضها البعض. دلوقتي على أي حال هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملية. تفضلي هالة. شكرا أحمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لسفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة السفيرة مريم الكعبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. ومن جانبه طلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لا سيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة، معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم. أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بمن فيهم النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية. وفي بيان لوزارة الخارجية اعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك. خلال اتصال هاتفي بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الصين، وفي بيان أفاد البيت الأبيض بأن الزعيمين جددا دعمهما الثابت لأوكرانيا في الحرب مع روسيا. هذا ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الصين اليوم ولمدة يومين. وكان قصر الإليزي قد أعلن أن ماكرون سيستغل الزيارة للعمل مع نظيره شي جين بينغ على عودة السلام في أوكرانيا. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى وارسو في زيارة لبولندا، وخلال زيارته سيلتقي زيلنسكي نظيره البولندي أندري دودا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه كان ضحية تدخل في الانتخابات، منتقدا المدعي العام في نيويورك ألفين براغ لتوجيه اتهامات جنائية له. وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له إنه لم يتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، مضيفا أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي الدفاع بجسارة عن بلاده في مواجهة الساعين لتدميرها. تلتقي اليوم رئيس تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في خطوة كانت الصين قد حذرت من أنها ستعتبرها استفزازية. وقال مكتب مكارثي في بيان إن رئيس مجلس النواب سيستضيف اجتماعا للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من رحلة تساي التي وصلت رسميا إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونروح دلوقتي لمركز الإبداع الفني اللي استضاف امبارح اللقاء رقم 12 من سلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي، اللي بيرصد تاريخ الإنشاد الديني في مصر من خلال مجموعة من الأصوات الملائكية اللي ارتبطت بليالي رمضان. خلونا نتابع هذا التقرير الخاص لصباح الخير يا مصر. مصر معروفة بتاريخها الكبير في الإنشاد الديني، وصفحات التاريخ مليانة بالأصوات العظيمة اللي ارتبطنا بيها خاصة في ليالي شهر رمضان. فمين فينا مش بيسمع ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي ومولانا الشيخ طه الفشني وغيرهم كتير؟ ولأن مهم جدا نعرف التاريخ ده، استضاف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا اللقاء الـ 12 من سلسلة أرواح في المدينة، اللي بيأتي في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني بالمجلس الأعلى للثقافة وبيت المعمار المصري التابع لقطاع الصندوق، واللي تناول اكتشاف تاريخ الإنشاد الديني وارتباطه بليالي رمضان في مدينة القاهرة. سلسلة أرواح في المدينة هو مشروع متميز جداً، هو بالتعاون مع بيت المعمار المصري. المعمار والعمارة والتاريخ والشخصيات والأحداث كلها تمثل مجتمع متكامل في الماضي، يمثل تراثنا وتاريخنا المهم جدا. وده جزء من أهداف صندوق التنمية الثقافية، أنه هو يستعيد التراث بكل تفاصيله، سواء كان في العمارة، في التاريخ، في الفن، في الأدب، في النهاردة حتى في المقرئين بمناسبة شهر رمضان. يعني اللقاء حتى عن الإنشاد الديني وعن يعني أشهر من غنوا للسماء، ويعني أعظم مطربين أم كلثوم بدأت تقرأ القرآن، وهذا مشروع مهم جدا يعني يحظى بدعم كبير من صندوق التنمية الثقافية، ويعني نتمنى استمراره، ونتمنى أنه هو يتوسع وينتشر أكثر في تقديم كل الرموز. فكرة التاريخ لمدينة القاهرة بشكل غير تقليدي، مدينة القاهرة هنا كرمز للمجتمع المصري، تطور هذا المجتمع، علامات العمق في الشخصية المصرية اللي محتاجين ان احنا نأكدها عشان برضو نقدر نعرف أولادنا بتاريخ بلدهم بشكل حقيقي مش بشكل مزيف، ان احنا نوصل رسالة عن الإبداع المصري في آخر 150 سنة أو 200 سنة، توضح قد ايه هو كان رائد، توضح قد ايه هو كان جذاب، مش مجرد مادة تاريخية يعني ثقيلة. لقيت طريقي في ده انه من خلال أرواح في المدينة بأرشيف الصحافة المصرية بالأفلام المصرية القديمة، هو ده اللي بيعرفنا ازاي كنا موجودين، ايه اللي حصل قبل كده، وازاي الحاضر بتاعنا في مشكلات محتاجة تتحل نتيجة ما جرى من قبل، وإزاي مستقبلنا يكون بلا هذه المشكلات. ده نقدر نعمله من خلال عروض ثقافية فيها فكرة زي أرواح في المدينة. الندوة أنا يعني دعوني للتكريم عشان عملت دور الشيخ سلام حجازي، وكمان عشان الأصول والجذور صوفية وفي الإنشاد الديني من زمان. إحنا لو نرجع للإنشاد الديني نرجع للإنسان البدائي خالص، يوم ما دعا ربه ونجاه، ابتهل، أنشد لربنا سبحانه وتعالى. فالإنشاد الديني لأي ديانة، مش للدين الإسلامي فقط، كلهم أنشدوا لربهم. اللقاء شهد حضور جماهير كبير جدا من المهتمين والعاشقين للإنشاد الديني، وسط حالة من الاستمتاع بتاريخ وذكريات وأصوات عظماء مصر في الإنشاد الديني. الحقيقة الندوة النهاردة كانت مخصصة أكثر بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان لموضوع الإنشاد الديني، وموضوعات مختلفة لها علاقة برمضان وأجواء الشهر الرمضاني. واتكلمت الحقيقة عن الإنشاد الديني عموما وتطوره في نشأته من القرن ال19 لحد يعني أفول عصره الذهبي بالسبعينات تقريبا، يعني أو نقدر نقول 20 سنة فاتوا. مما لا شك فيه أن هذه الندوة أو مثل هذه الندوات تثير في الإنسان أمرا عظيما وتجعله يحلق مع هؤلاء، وأنا لي تجربة خاصة في ذلك. فأنا من دمشق ولي ابن عم
اسمه الشيخ حسن أديب رحمه الله، كان ضريرا ولكنه كان مبدعا في هذا الإنشاد. أنا متابع سلسلة أرواح في المدينة من ساعة ما بدأت، وهي سلسلة جميلة جدا بتحاول تربط الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر وبالمدينة بالقاهرة وبالمعمار، فبنعيش مع الشخصيات دي من خلالها، بنشوف القاهرة كانت عاملة ازاي زمان، وسواء كممثلين او كشخصيات عامة. بالنسبة للنهاردة اللقاء ده مناسب جدا للأجواء بتاعة رمضان، لأنه بيتكلم عن المنشدين والمقرئين وذكرياتنا مع رمضان المرتبطة في ذهننا بالفترات دي. يمكن المتابع لمحمود التميمي الكاتب الصحفي يعرف أنه هو من الأشخاص المحملة بالتوثيق للتاريخ، ومش مجرد التاريخ كده على عاتقه، لا، التاريخ المصري القديم، التاريخ التراثي تحديدا. يمكن محمود التميمي هو بيعمل على كمان التوثيق للشخصيات التاريخية اللي قدرت اللي هي تأثر في تاريخ مصر، وهو ده اللي هو حمله على عاتقه. يمكن حتى على صفحته الشخصية دايما بنشوف قد ايه هو كمان محب للمعمار الإسلامي القديم تحديدا في القاهرة في المحروسة، ودايما بيكون حريص على توثيق المعمار القديم والمساجد يعني اللي موجودة في قاهرة المعز بي يعني تنوعها. ويمكن بيحكي كمان حكاية كل مسجد في كل مكان وكل زقاق كمان موجود في القاهرة. هتلاقي محمود التميمي يعني بيقتحم هذه الأماكن تحديدا عشان خاطر يسرد هذا التاريخ، لأن زي ما احنا عارفين اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ولا مستقبل، هو حريص على تدوين الماضي تحديدا وربطه بالمستقبل. شاهدنا دلوقتي معانا موعد على يعني مدرسة الإنشاد الديني تحديدا، لأن زي ما احنا عارفين في مصر في أصوات ملائكية كتيرة قوي، أصوات بتحب الإنشاد والابتهالات. صوت مميز جدا معانا وهو المنشدة ياسمين سعد، وطبعا معروف أن الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، علشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة جدا في الإنشاد الديني. تعالوا نسمع صوت ياسمين سعد. أكرم ببنت رسول الله فاطمة في العالمين، لها فضل وعرفان، تلك البتول التي مطهرة لا تنسى للزهراء فضلا به اشتهرت بين الأنام، له في كوننا شان، إذ أنجبت ثم الحسين وما مثل الكريمين في دنيانا إنسان. المنشدين والمنشدات صغار السن بيثبتوا إن مجال الإنشاد الديني لسه ليه مستقبل كبير جدا في مصر. النهاردة معانا موهبة تانية من مواهب مدرسة الإنشاد الديني، هي الموهبة أو المنشدة ياسمين سعد. ياسمين أهلا بيك وكل سنة طيبة. طيب حضرتك، سمعنا صوتك رائع ما شاء الله، يعني قولي لنا الموهبة دي ورثتيها عن مين؟ أنا ورثت الموهبة دي عن جدتي. جدتي هي صوتها كويس جدا يعني، فورثتها عنها. واكتشفوا إمتى بقى أن أنت كمان صوتك حلو زي جدتك؟ أنا كنت دايماً في الإذاعة المدرسية، كنت دايماً بطلع أنا أقول مثلاً النشيد أو الحاجة اللي هقولها، وبعد كده اللي اكتشف موهبتي هو جدي يعني. اكتشفها، ومن خلال أن هو اكتشفها يعني عرفنا أن في مدرسة اسمها مدرسة الإنشاد هنا بقى الدين. إمتى قررت أنت لازم تروحي مدرسة الإنشاد الديني؟ قررت لما عرفت أن أنا يعني صوتي يسمح أن أنا ممكن أخشها، والحمد لله دخلت يعني على الصفحة بتاع الشيخ محمود، وبحثت كده وشفت ان هي السن والمطالبات اللي هم طلبوها مننا، وبعد كده رحنا قدمنا، دخلنا الاول حاجه اختبار، الحمد لله عديت منه ونجحت. بس بعد كده بقى ابتدينا ان احنا يدربونا يعني ايه مقام،
يعني انشاد ويعرفون المقامات. طب عرفينا بقى يعني ايه مقام ويعني ايه انشاد ويعني ايه مقامات؟ المقامات خدنا مقام الصبا زي هي مثلا زي امان ده مقام الصبا، وخدنا مقام الهوند زي امدا حلمك كمل بس. وخدنا بقى يعني في دكاتره كتير علمونا حاجات دي زي الدكتور عثمان والدكتور محمد العجيمي، هما اللي دربونا على كده والحمد لله. يعني دخلنا اختبار بقى اللي هو بيأهلك ان انت يعني هتتكرمي ولا هتتخرجي منه او لا، والحمد لله دخلت والحمد لله. يعني انت عمرك دلوقتي 14 سنه، ازاي بتقدري تحافظي على طبقات صوتك؟ يعني ما جهدش صوتي، يعني ما زعقش، يعني معليش صوتي، ما يعني ما صوتش، يعني معليش صوتي اللي هو درجه ان انا عليه جامد، فلازم يكون في حدود يعني في حدود معينه لان صوتي لو كده فهيروح. طيب قولي لنا المدرسه الانشاد الديني استفدت منها ايه او اتعلمت منها ايه اضاف لك في مجال الانشاد؟ استفدت منها حاجات كتيره جدا لان انا كنت داخله اصلا ما اعرفش يعني ايه انشاد. استفدت منها ان انا صوتي بقى يعني احلى واكتر احلى، يعني احلى، واضافت لي حاجات كتيره جدا، يعني خرجتني وبقت اكتر معروفه. يعني الاول ما كنتش معروفه خالص، ما كنتش بنشد وما كنتش عندي جرار اصلا ان انا اطلع مثلا انشد في حاجه او كده. شاركت في حفلات او كده؟ اه شاركت في حفلات، شاركت عندنا حفلات كتيره قبل ما اصلا ما اخش، كنت بشارك في حفلات كتيره بعد برضو ما دخلتش الحفله اللي احنا حضرتك عملناها وبس. شايفه مين قدوه ليكي في مجال الانشاد الديني سواء من المنشدات او المبتلات او المنشدين؟ انا واخده قدوه ليا وبحب اسمع صوته جدا، هو الشيخ طه الاسكندراني. انا بحب صوته جدا 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 ودايما بقعد اسمعه. يعني ومن المنشدات والمبتهلات تحبي مين؟ من اصدقاء يعني ولا لازم؟ من القدامى كمان كبار المنشدين والمنشدات، يعني في عندنا اسمي الخيام، عندنا سعاد محمد، عندنا اسماء كبيره جدا. لا بصراحه انا عارفه بس ام كلثوم بحب اسمعها برضه. ليها برضو يعني قصائد دينيه برضو غاية في الروعة. طيب شايفة مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني والابتهال؟ ان شاء الله يبقى كويس، يعني هتحسن اكتر، وان شاء الله مع الاساتذة اللي معايا والشيخ محمود التهامي ان شاء الله هنبقى في احسن، يعني ان شاء الله. سمعين حاجة كده من الابتهالات لحد من محبينك من المبتهلين والمنشدين؟ كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى ما شاء الله. ياسمين عليك، يعني صوتك غاية في الروعة والخشوع كمان. يعني مشاهدينا ياسمين سعد 14 سنة، موهبة جديدة من مواهب مدرسة الإنشاد الديني، انتظرونا غدا وموهبة جديدة مع مواهب هذه المدرسة، مدرسة الإنشاد الديني. دمتم في رعاية الله وأمني. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب
بنتصب على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وما زال الحديث عن الأعمال الدرامية مستمر، والفقرة دي تحديداً هنتكلم فيها عن تترات وأغاني مسلسلات رمضان السنة دي اللي نالت استحسان من الجمهور طوال حركات العرض اللي استمرت ل 13 يوم، وهو إجمالي عدد الحلقات الخاصة بمسلسلات رمضان اللي شفنا فيها تفاعل كبير جداً من الجمهور. نجاح كبير وشكل مختلف وتوظيف أكتر اختلاف سنة عن الأخرى، يعني أثناء حلقات العرض كمان في أكتر من عمل درامي، وده اللي هيخلينا نسأل إيه هي المعايير اللي من خلالها نقدر نحدد جودة التتر أو الأغاني الدعائية للمسلسل. سؤال هنجاوب عليه مع ضيفنا في الاستوديو محمد شميس الناقد الموسيقي اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا محمد. صباح الفل محمد. يعني في البداية يمكن شفنا أعمال درامية رائعة وتترات لقت استحسان كبير جدا من الجمهور والمتابعين، ايه هو المعيار اللي على اساسه بقول انا امام تتر مسلسل جيد؟ صحيح، وانا يعني بقالي كذا سنه بكتب في الموضوع ده في المجله، بس انا يعني حاولت اذاكر الاعمال الناجحه يعني على مدار تاريخنا الغنائي خصوصا الدراما يعني، وقدرت ان احنا نطلع بمجموعه من المعايير اللي هي لازم تبقى موجودة في أي تتر بينجح يعني. زي منها مثلا إن هو لازم يكون بيعبر عن طبيعة الأحداث بتاعة العمل، يعني بيديني زي نبذة إحنا داخلين نتفرج على إيه، يعني مجرد ما بيشتغل ببقى أنا فاهم، بيديني نبذة أنا داخل أتفرج على إيه، سواء بقى كان حاجة تاريخية، حاجة كوميدي، أو حاجة مثلا فيها إثارة، حاجة ليها علاقة بالأعمال الوطنية. يعني نقدر نقول رقم واحد الكلمات. الكلمات تبقى بتعبر، بتديني نبذة عن العمل ذات نفسه، يعني بتشوقني أشوفه عامل إزاي. من حيث بقى لو هو عمل مثلا ليه خصوصية، لازم تكون الخصوصية دي متعبر عنها برضو في التتر، يعني مثلا لو عمل بيتكلم عن الصعيد فلازم يكون اللي بيتغنى باللهجة الصعيدي وتكون منضبطة ومظبوطة، في نفس الوقت تكون المزيكا بتاعته بتعبر عن الهوية الثقافية بتاعت المكان أو الواقع الجغرافي اللي بتدور فيه الأحداث. ما ينفعش مثلا يبقى حاجة تكنو مثلا واحنا بنتكلم في الصعيد مثلا أو في الريف، يعني المزيكا مش هتبقى ماشية مع الموضوع. لو هي برضو حاجة تاريخية بيبقى بيفضل اللي هو بقى زي الناي والربابة والحاجات اللي هي بالآلات اللي علاقة المرتبطة بالمكان مثلا أو المكان نفسه بالمكان. لو حاجة مثلا في اسكندرية هتبقى مرتبطة بطريقة لعب الآلات هناك، لو في مدن القناة برضو بطريقة الإيقاعات هناك. بالظبط كده، دي بتبقى حاجات لطيفة جدا يعني. برضو في نفس الوقت في من ضمن المعايير ان لازم يكون لو انا برضو عندي عمل تاريخي او عمل يعني بنراعي بقى برضو الموضوع ده، بحيث ان احنا المزيكا ما تبقاش برضو فيها الحاجات الحديثه، يعني ما ينفعش مثلا تبقى اشكال موسيقيه او ارتام احنا ابتدينا نعملها او موسيقى الكتروني مثلا ظاهره جديد واحاول ان انا اشغلها مثلا في عمل تاريخي، يعني الموضوع مش هيبقى ماشي مع بعضه يعني. صحيح. وفيما يخص بقى المغنيين ذات نفسهم، ده هنا دي انا عاوز اقف عندها تحديدا، لان عاوز اسالك واقول لك هل ارتباط الفنان او النجم السوبر ستار بالتتر بيساعد على نجاحه ولا ملوش علاقه؟ والله على حسب برضو الفنان، يعني مثلا استاذ زي العال حجار مثلا ده من اكتر الناس اللي قدمت تترات ناجحه جدا في تاريخنا، وهو تقريبا اكتر اغاني ناجحه ليه اللي مرتبطه برضو معانا بالتترات، فهو بيفيد الاعمال وفي نفس الوقت هو بيستفيد منها كبير جدا. كمان بتخلي التترات المفروض بقى بتخلي فيه تنوع للكتالوج الغنائي للمغني ذات نفسه، لان احنا بنوع او باخر اغانينا كلها بتتكلم عن العواطف وبحبك وبتحبيني والهجر والفراق والكلام ده. صحيح. فانا التتر بقى بيديني ابعاد اجتماعيه، بعد مختلف، اقدر المغني يقدر يستغلها، والكاتب كمان بتاع كلمات الاغاني يقدر يستغل الموضوع ده، ينوع كمان في الكتالوج اللي هو بيستخدمه ويبعد عن فكره الهجر والفراق، ويديني بقى حاجات ليها ابعاد اجتماعيه، نقد ساخر، اسقاطات مثلا، حاجات ليها علاقه بالسياسه، حاجات ليها علاقه مثلا بمواجهه الاخطار اللي الدوله بتحاول تتكلم عنها، فده بيبقى موجود المفروض يستغلوه في التترات يعني. طيب شفت ازاي تتر محمد منير تحديدا في سره الباتع وفي مسلسل عمله نادره؟ هو طبعا في دايما في كل اعمال كده بيبقى في بطل معين في الموضوع هو اللي بيقود الحاجه، مثلا احنا مثلا هنتكلم عن عمرو دياب، احيانا مثلا بيبقى عمرو هو ايه البطل بتاعه المزيكا والالحان اكتر من اي حاجه تانية يعني، والاداء بتاعه. فاحنا مع محمد منير البطل بتاعه السنه دي في سره الباتع بالتحديد الكلمه يعني. مصطفى ابراهيم عامل
كلمات قوية جدا وفي نفس الوقت وطنية، والناس تفاعلت معاها. أنا برصد ده من خلال السوشيال ميديا بأن هم نزلوا النصوص كاملة بتاعت التتر، ما نشيروش مثلا الأغنية نفسها بتاعت الأستاذ محمد منير، على قد ما شيروا النص نفسه بتاع مصطفى. ودي برضو حاجة تخلينا نتكلم على فكرة قوة الكلمة والشعر والفرق ما بين الشعر الحقيقي صحيح. وكتابة الأغاني، لأن في فرق كبير جدا بين الشعر اللي أنا أقدر أتذوق معانيه من خلال الكلمة من غير أي عوامل مساعدة ليها علاقة بالكلمات أو بالألحان أو بالتوزيع أو بصوت المؤدي طبعا، وما بين الكلمات الأغاني اللي هي بتبقى عامل مساعد في وسط الحالة الغنائية، لكن لما يجي أقراها لوحدها بتقل جودتها وما أقدرش أتذوقها يعني. كمان مصطفى في مسلسل بيشترك فيه هشام الجخ برضو شاعر عامية وليه جمهوره وليه ناس بتروح تدفع فلوس عشان تستمتع بشعره صحيح. يعني وفي نفس الوقت يعني الإشادة جاية منه يعني، ففكرة اللي هو عدوك ابن كارك دي مش موجودة في الموضوع يعني، هو كان في حالة حب يعني الموضوع. تحس ان الكل بيشتغل تحت مظلة الحب، احنا عاوزين نعمل حاجة ناجحة مش عاوزين ننافس بعض بالظبط. والحاجة الكويسة بتفتح المجال بقى يعني، حاجة زي كده لما بنشوف كلمات بالعمق ده بتتكلم عن تاريخنا في مواجهة الغزاة بالبساطة بالعامية اللي كاتبها مصطفى إبراهيم، فدي بتفتح باب كتير بقى للناس ان هي يعني احنا ممكن ندي فرص للشباب ونبتعد شوية عن الأسماء اللي بقالها مدة موجودة وبحيث برضو الأسماء اللي بقالها مدة موجودة تنتبه وتحاول تجدد من قاموسها، تعرف ان في جيل جديد أو دماء جديدة داخلة فبالتالي يبتدي حاجة لطيفة جدا يعني. بس كان في للأسف أزمة ليها علاقة بالهندسة الصوتية في التترين بتاع أستاذ محمد منير يعني، سواء في عملة نادرة أو في سيرو الباتع، ويعني كنت أتمنى يعني إن الموضوع ده يتظبط يعني، لأن في جزء من كلام من الكلام مش واضح محتاجين بنبقى محتاجين نعرف الكلام أصلا عامل إزاي عشان نحاول نفهمه. فدي كانت ملاحظة موجودة السنة دي، وموضوع الهندسة ده موجود في كذا أغنية برضو، موجود في التتر بتاع أستاذ حميد الشاعري برضو، الهندسة والميكس برضو ما كانوش مظبوطين بالشكل الكافي اللي احنا خلينا نقدر نستمتع بالصوت نبقى فاهمين هو بيكون عامل ازاي يعني. طيب لو احنا بنتكلم بمناسبة المزيكا تحديدا، فمفيش حاجة تعلو فوق مزيكة عزيز الشافعي، بنسمعها كده بنتسلطن صحيح. لكن عزيز الشافعي يمكن للسنة التانية على التوالي داخل بتلحين وكلمات صحيح، فاحنا شايفينه متألق للعام التالي على التوالي مع ريهام حجاج، شايف ده ازاي وأداؤه النهاردة ووجوده في سيزون رمضان 2023 صحيح. هو عموما بقى يعني لو قارناه بقى هو كان عامل إعلانات لطيفة، بس يعني في نفس الوقت هو بيقدر يستغل بقى فكرة اللي أنا كنت بقول لحضرتك من شوية، إن هو بيقدر يوسع الكتالوج الغنائي بتاعه من خلال التترات، وهو بيخش من نقط قوته ان هو الحاجات اللي بيلحنها بيكتبها دي بتبقى انجح اعماله يعني، وهو بيستغل نجاحه اللي كان عامله قبل كده السنه اللي فاتت مع نانسي عجرم، فكان عامل جمله لحنيه عظيمه جدا وكلام كمان اللي هو الظلم ظلمات اللي ظلميني دي، كانت معلقه جدا مع الناس. هو السنه دي راجع برضو مع ريهام حجاج في مسلسل جميله بس مع مغني مختلف ابراهيم الحكمي، وفيها زي واحد بيكلم نفسه بيعاتب نفسه، فبرضه فيها فكره جديده هتعلق مع الناس، واخده صبغه شعبيه شويه كده يعني مختلف عن الحاجات المودرن اللي هو مثلا بيعملها مع عمرو دياب او مع باقي المغنيين، فبرضه متجدد نقدر نقول هو فنان متجدد صحيح. ورغم وجوده في اكتر من عمل في نفس العام او في نفس الشهر تحديدا، لكن كل عمل بيختلف عن التاني تماما يعني صحيح. 180 درجه اختلاف صحيح، متدفق جدا واعماله مكثفة، وفي نفس الوقت هو مدرك يعني. أنا اللي بيعجبني فيه إن هو بيذاكر حتى ومثقف بعيد عن الغنى يعني، بيقرأ كتب والحاجات دي، فمبسوط إن هو مدرك أهمية الأغاني الدرامية إن هي تقدر تديله أبعاد مختلفة عن الحاجات اللي بيقدر يقدمها أو تبقى مفروض عليه مثلا بحاجات ليها علاقة بالأشكال التجارية في الغنى العاطفي العادي اللي هو اللي بينزل دلوقتي في الأغاني السنجل أو الألبومات يعني. طب إيه رأيك في جعفر العمدة؟ جميل بقى برضو كمسلسل اول يعني جميل برضو في كل العوامل الجذب الشعبي يعني، وفي المفارقات برضو يعني في تنوع. المزيكا بقى وظفت ده، المزيكا هو محمد رمضان ليه توليفه كده ما بيحبش يغيرها في مسلسلاته، الاغاني اللي ليها صبغه شعبيه هو عارف كويس جدا، دي برضو من الحاجات اللي بتعجبني فيه ان هو عارف جمهوره ايه
وبيعرف جمهوره بيحب ايه وبيتارجت ده دايما وبيحبش يخرج بره. نقف دقيقتين بالظبط نسمع التتر ونرجع تاني نكمل كلامنا. وحشني نفسي زمان قوي ووحشنا اشوف روحي ما فيش فيها الوجع جايب ظروف وحشني بالي عمدة واحمد سعد. احمد سعد ما شاء الله عليه هو يعني نقدر نقول هو انجح واحد مغني في اخر 3 4 سنين من خلال الاعمال الجماهيريه بتاعته نسب مشاهدات مرتفعه جدا بسرعة. يعني تحس ان هو طور من نفسه جداً. بشكل يتواكب مع الشبابيه قوي والجيل ومتطلبات الجيل الحالي تحديدا يعني. صحيح. وبعدين هو سبحان الله بيعمل حاجات كمان عكس بعض وسبحان الله بتنجح. يعني هو حاجه غريبه جدا محتاج دراسه بس هو برضو التكوين بتاعه في فترات التكوين الهويه الفنيه بتاعته اشتغل في حاجات كتيره مختلفه يعني في نفس الوقت كان بيغني مع ناس بتعمل مهرجانات ويغني مع استاذ هاني شاكر يشتغل مع شعراء بيكتبوا يعني ناس بتكتب راب وفي نفس الوقت زي عنبه وكان كاتب له قبل كده استاذ جمال بخيت يعني حد من اعلام الشعر في مصر يعني فهو متنوع جدا فهو ده اللي التكوين بقى بتاعه والتجارب الكتير دي هي اللي خلته يعرف المزاج بتاع الناس بقى عامل ازاي وهو ليه نجاحات مع محمد رمضان كان قبل كده برضو في مسلسل اللي هو البرنس تقريبا اللي هو كان اخواته ظالمينه مش فاكر اسمه يعني كان ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت كان اخواته ظالمينه وبتاع كان احمد سعد برضو عامل فيه مجموعه اغاني لطيفه جدا وكلهم كانوا ناجحين فمحمد رمضان بيحب يستثمر في النجاح بتاعه برضو زي ما رجع لمحمد سامي اللي هو برضو كان معاه في نفس المسلسل فراجع معاه السنه دي فهي دي التوليفه هو فكره حلو اللي انت يبقى عندك تيم واحد حققتوا نجاح سوا مع بعض فتحافظ على التيم بتاعك ده وتكمله في الاستمراريه او الحفاظ على الاقل على صحيح. النجاح نفسه. طيب ممكن نسمع تتر مسلسل تاني وتجربه الاستاذ حميد الشاعري تحديدا في رمضان السنه دي مذكرات زوج ونرجع ونتكلم عنها. يلا بينا. هو الاستاذ حميد يعني مزجته واداؤه اللي دايما محافظ عليه يعني انا كنت اتمنى طالما بقى يعني احنا جايبين استاذ حميد الشاعري ملك المقسوم فكنا نسمع بقى الاغنيه بتوزيعه هو كمان هو في اجتهاد طبعا في تنفيذ الفكره يعني احنا مسلسل النجم بتاعه طارق لطفي فاحنا جايبين صوت برضو بيعبر يعني تقريبا عن المغني قريب من السن بتاع في السن بتاعه فبيحاول برضو احنا شايفينه في المسلسل بحسس ان برضو العمر بيجري بيه وان الدنيا يعني هو لسه شباب يا جماعه انتوا بتكبروا ليه واخدين الموضوع اكبر من حجمه فهو كانوا جايبين حميد مثلا للغرض ده بس هو فعلا في يعني في ازمه بقى تقنيه ليها علاقه بالهندسه والميكس مش سامعين كويس الكلمات عامله ازاي فبرضو بنحتاج ان احنا نرجع بقى نشوف الكلمات عامله ازاي عشان نحاول نفهم فدي كانت برضو تفصيله كانت المفروض يتم مراعاتها يعني. طيب نروح لاحمد العوضي. يلا ضرب نار. نسمع ونرجع نتكلم برضو على الديو بتاع حنان ماضي والاستاذ محمد الحلو. يلا بينا. لما الطريق بدا شمس النهار احمى ونتحرم متل نقطع حبال الود تتبدل الرحمه يطرح مكانها الغل لما الطريق بدا شمس النهار احمى ونتحرم متل نقطع حبال الود تتبدل الرحمه يطرح مكانها يعني انا كنت اتمنى ان احنا نسمع لحد ما نسمع الميكس او الديو ما بين جميل جدا. محمد الحلو وحنان ماضي طبعا شايف التوليفه دي ازاي في مسلسل ضرب من احلى الحاجات الجميله بقى السنه دي اللي في رمضان فعلا لان هي كمان
فيها برضو مفهوم الديو اللي هو يعني هي بتغني جمله لحنيه غير اللي هو بيغنيها، يعني مش جايبين برضو غنوه مقسمينها على اثنين. وطبعا فيها اصوات ما ينفعش نتكلم عنهم يعني غير بكل تقدير واحترام، لان هم سايبين عندنا وجدان كبير جدا متاثرين بيهم، وتاريخ جدا كبير جدا من نجاحات في مجال التترات كمان بالتحديد ليهم هم الاثنين يعني، واساتذه كبار يعني الجيل الجديد يتعلم منهم. فحاجه جميله ان احنا نسمعهم هم الاثنين مع بعض، الحاجات دي بتبقى لطيفه جدا لما احنا نشوف نجوم كبار بتشترك مع بعض في اعمال زي ما شفنا قبل كده منير وعمرو دياب زي ما شفنا. عارف يا محمد، انا يعني واخد وجهه نظرك برضو في الكلام ده، انا شايف ان ده في حد ذاته بيعد بين انجازات الشركه المتحده. طبعا فكره الحفاظ على عمالقه الفن ان هم يبقوا لسه اثروا في وجداننا لسنوات وسنوات، ورغم وجود جيل جديد كان من السهل جدا ان هم يركبوا الترند زي ما بيتقال، وناخد الفنانين الصاعدين اللي قدروا اللي هم ليهم شعبيه وجمهور كبير من الشباب. لكن لا، احنا هنحافظ على قيمنا، هنحافظ وهم على عاداتنا، التوازن ده هنحافظ على نجومنا القدام، نجومنا الاساتذه في المجال، وهيبقوا موجودين معانا وهم اللي يتصدروا التوازن. وهم عاملين برضو التوازن يعني، في ده في الوجه الجديد والشباب والكلام ده، وفي برضو الاساتذه الكبار اللي هم موجودين زي استاذ مدحت صالح برضو في حاجه متحده، استاذ علي الحجار كان السنه اللي فاتت في المتحده جزيره غمام، وبرضو دلوقتي استاذ محمد الحلو واستاذ حنان ماضي اللي هم الاساتذه بتوعنا اللي احنا تربينا عليهم. وفي نفس الوقت برضو في اللي هي الفرص بتاعه الجيل الجديد، ما بنسمع برضو احمد امين بيغني في صفاره، بنسمع اصوات جديده مختلفه، بنسمع شباب بنشوف. نسمع الصفاره بسرعه عشان ما عندناش وقت، ونرجع نتكلم على احمد امين سريعا. يلا بينا. يا حلوله يا حلو لو 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 الدنيا معايا تحلو لو الدنيا معايا تحلو لو 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 من غير حيرة وحد بادي ببصيل السهل العادي وابقى انا والجون عايز المضمون واتفرهد ليها او او هتفرهد ليها او او يا حلو لو 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 قصرت الجاكيت البنطلون ضرب مني. يعني انا عاجبني الابتسامه اللي على وشك. جميله، اغنيه مبهجه مبهجه. طيب شايف ازاي بقى احمد امين الاطفال يحبوها والكبار يحبوها ومختلفه؟ واستاذ هشام عباس برضو صوته مبهج، واحمد امين بقى مبسوط ان هو بيغني. فاحنا عندنا غنى لحد دلوقتي مرتين تقريبا او ثلاثه، جوه المسلسل بيغني، فدي حاجه لطيفه كمان ان انا عندي بقى ممثل بيقدر يغني. وكمان شفت له فيديوهات طالعه على تيك توك نازله بيعزف كمان الات موسيقيه على الاورج والكلام ده، زي الفنانين الشعبيين في الافراح البلدي. ده حقيقي، فعامل جو لطيف، عامل حاله السنه دي. وجميل ان يبقى عندنا فنانين عندهم التنوع، الثقافه الفنيه دي، ان هو يبقى بيعرف يغني وبيعرف يمثل زي ما كان زمان. كان هو وجه جديد لاحمد امين، ويمكن وجه دخل قلوب كل المصريين كعادته. احمد امين من ساعه ما يعني ظهر وطلع على الشاشه الصغيره وهو يعني محبب كل الناس فيه. صحيح، ومألوف ان هو يخش البيت كده ما نبقاش قلقانين واحنا بنتفرج عليه واحنا في وسط الاسره كده. يعني احنا للاسف لازم نختم علشان يعني ارتبطنا بمسلسلات ما بعد البرنامج، لكن كنا مستمتعين جدا بوجودك معانا محمد شميس. ربنا يخليك موسيقي، واكيد هيكون لينا لقاء تاني في صباح الخير المصري خلال شهر رمضان. شكرا لوجودك معانا. ربنا يخليك. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، كنا معاكم على مدار ساعتين من 8 صباحا وحتى 10 صباحا، والى لقاء في حلقه جديده من حلقات صباح الخير يا مصر غدا في نفس الميعاد، انتظرونا.